السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى احوالكم كلها تكون بخير وعلى خير. كنظن كاين النساء بحالي كيتلفوا في شنو غادي نديروا العشاء، كاين ولا ما كايناش. عندي لكم اليوم واحد الاقتراح سهل ماهل، وان شاء الله غادي يكون بدايه لمجموعه ديال الاقتراحات للعشاء. غادي نحتاجوا دنجال. انا هنا استعملت 6 ديال الدنجالات، كيبقى الكميه على حساب الرابه. اول حاجه غادي نصاوبوا التتبيله ولا الشرموله ديال هاد الدنجال. غنحتاجوا لها ياورت مسوس وعلى حساب واحد جوج ديال المعالق كبار. غنحتاجوا واحد المعلقه ديال الطماطم مركزه، شويه ديال البزار على حساب الذوق، سكينجبير والفلفل الاحمر. شويه ديال المليحه واعشاب منسمه. انا هنا استعملت الزعتر، تقدر تستعملوا اي اعشاب منسمه. غنحتاجوا ربيع، قزبر معدنوس، شويه ديال الثوم يا اما مجفف ويا اما الثوم العادي. انا هنا استعملت الثوم المجفف وزيت العود على حساب واحد ربعة ديال المعالق حتى الخمسة. الدنجال اولا الباذنجان كيحتوي على مواد مفيده جدا لصحه القلب والشرايين، مثل الالياف الغذائيه، مضادات الاكسده القويه والبوتاسيوم، وكثير من الفيتامينات اللي عندها واحد الدور كبير في تخفيض مستويات الدهنيات والكوليسترول في الدم وتعزيز عمل القلب والشرايين، وكذلك الحفاظ على ضغط الدم ومستوياته المنتظمه، ما كيخليش الطونسيون انها تطلع ولا تهبط. غير هو خصنا ناكلو بطريقه صحيه ونتجنبو القليه، ومن غير زعلو كتلف لنا في استعمالات الدنجال. داكشي علاش جبت لكم هذا الاقتراح، هذا خفيف كيجي غراتان في الفران. صراحه كيجي بنين وكيجي شي حاجه، سورتو الا درتو مع داك الزعتر كيعطي واحد البنه سبيسيال. كيف ما كتشوفوا انا حيت لي شويه ديال القشره ديالو، ماشي كامله، كاين اللي خليته بقشرته كامل، كاين اللي حيت لي شويه مع الطرف، وخلطته في ديك الشرموله حتى تلبس مزيان. استعملت يدي باش خلطته مزيان 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 في ديك الشرموله، ودخلته نيشان ودرتو عفوا نيشان في المول اللي غادي يدخل الفران. صافي، وهنا غادي نغطيه ببابي كويسو باش ترجع عليه داك الصهد ويطيب بالزربه. هنا غنديروا العافيه مجهده، غنغطيو عليه، نخليوه هو على حساب واحد 20 دقيقه. من بعد كنحيدوا ليه هذاك بابي كويسون باش بحال كيتقرمل شي شويه، كيتحمر شي شويه من الفوق. هنا غادي نستعمل مع هاد الكراتان شويه طريفات ديال الدجاج، غادي نشحرهم بشويه ديال العود مع البزار والسكينجبير ومليحه. عندي هنا غير لحساب واحد الرابعة ديال الدجاج 250 غرام. بالنسبة للصوص اللي غتمشي مع هاد الكراتان، درت هنا ربعة ديال المطيشات بالقشرة ديالهم، زدت معهم واحد الفلفلة حمراء، واحد البصيلة، واحد الدريس ديال التومة صغور. تبلتهم بزار فلفل احمر وشوية ديال زيت العود شوية ديال الملحة. هنا بان لي بانني كترت البزار، درت لي يدي في البزار. غادي نغسل ديك المطيشة باش ما يجيش حار بزاف، خصوصا انني دايره البزار في الدنجال ودايره في الدجاج. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نخليه على نار متوسطه لمده واحد ربع ساعه باش غنطحنها من بعد هاد المطيشه ونحصل على لاصوص. ها هي من بعد ما طابت حاولت نحيد لها ديك القشره، يعني اختي غادي تقدروا تخليوها، انا فضلت انني نحيدها، كتحيد بكل سهوله. وغادي نطحنها بالطريقه اللي كتناسبكم. من بعد هنا زدت ليها واحد المعلقه ديال مركز الطماطم غير باش نصحح ليها اللون ديالها. حركت مزيان ورجعتها للعافيه.
هذا هو الدنجال ديالي من بعد ما خرجته من الفران، كيف ما حيت ليه داك البابي كويسو خليته يتحمر شي شويه. هذا هو الشكل ديالو. هنا غادي نخوي عليه داك الدجاج ومن بعد هذاك لاصوص طوماط ونزيد الفرماج محكوك باش ندخلو الفران. انا تقطع لي انا ما تصورش لي المرسو اللي كنت كنحط، المهم راه باينه. غنحط الدجاج ونحط لاصوص. وهذا هو الشكل ديال الكراتان ديالنا ديال الباذنجان بعد ما خرج من الفران. صراحه كيشهي وبنين بزاف. هنا غنصاوب واحد التحليه، غنحتاج ليها واحد الكاس ديال الكريمه السائله قياس 200 مليلتر، جوج ديال ياغورت جبن انا استعملت بيرلي، وجوج ديال دانات فلون. غنخلط هاد المكونات بثلاثة بالخلاط الكهربائي حتى يشدو يعقدو ويشدو فراسهم. هاهو كيفاش كتجي كريمة. غنحتاج هاد البسكوي بودواغ، ونحتاج عصير البرتقال اللي غادي نرطب فيه داك البسكوي. كيف ما كتشوفوا هاد التحليه سهله في التحضير، والمذاق ديالها كيجي زوين، الكريمه كتجي بنينه، وهذاك المذاق ديال البرتقال مع البسكوي صراحه كتجي بنينه وكيحماقوا عليها الوليدات. زينتها بطريقه ديال الكيوي وبرشيشه ديال لاصوص كراميل ودخلتها للثلاجة. هاد التحليه كتبغي تكال بارده. كانت هادي عشيوتنا. هاد الكراتان صراحة كيجي خطير خطير خطير. جربوه وردو عليا الخبار. كاين اللي كيدير دنجال مع البطاطا ولا مع شي حاجة أخرى، ولكن هكدا بوحدو بهاد الطريقة وبديك الشرمولة هاديك بالضبط هاديك التتبيلة اللي درنا ليه صراحة كيجي خطير. كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف وخليتكم في امان الله.